ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم كريم باكلي، بزنس انتليجنس سبيشاليست اند ماستر اوف انجينيرنج اند داتا اناليسيس اند اي اي فروم يونيفرستي اوف اوتوا. بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنكريت مع بعض مشروع من خلال داتا سيت موجودة على كاجل اسمها كيك ستارتر بروجكت. الداتا سيت دي عبارة عن مشاريع ستارت ابس فيها مجموعة معلومات زي مثلا الكاتيجوري بتاع المشروع ده، المين كاتيجوري، ايه البرودكتس اللي بيقدموها، ايه الريفينيو اللي حققوه، ايه الاي دي بتاع كل مشروع. فيها تفاصيل كتيرة جدا في البيانات. احنا عايزين نكاري الداشبورد بالمنظر ده، يبقى فيه هيرايكي، يبقى فيه كارد، يبقى فيه تيبل ماتريكس تيبل، يبقى فيه تشارت بالمنظر ده، يبقى فيه برضو اي جرافيكال ريبريزنتيشن يمثل المعلومات اللي احنا عايزين نطلع بيها. فباذن الله تعالى هنكرت البروجكت ده من A to Z باذن الله تعالى. فتعالى يلا بينا نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. اول حاجه عملتها يا شباب ان انا فتحت الباور بي اي ديسكتوب عادي جدا. بعد ما تفتحه يا ريت تسيب البروجكت بتاعك اول حاجه، يعني تدوس كنترول اس او تعمل سيف بحيث ما تلاقيش ان البروجكت بتاعك بعد ما انت شغال فترة طويلة جدا تلاقيه الشغل ده راح، مثلا لو حصل اي كراش في الرام او اي حاجة. فهعمل نيو فولدر اسمه يوتيوب فيديوز خاص بالشانل بتاعتنا. ياريت تدعمونا بسبسكرايب ولايك، و نحط اسم الفايل بتاعنا ده نسميه كيك ستارتر بروجكت. كيك ستارتر بروجكت كده يا شباب الملف بتاعي اتحفظ، فانا اقدر اشتغل عليه بكل سهوله باذن الله تعالى. الداتا سيت بتاعتنا يا شباب هي موجوده في اللينك ده، انا اللينك ده هسيبه لحضراتكم تقدر تحمل منه الداتا سيت. الداتا سيت عبارة عن 2 سي اس في فايلز، سي اس في في 2016 ومجموعة بروجكتات تانية 2018، وبتوين التو سنتين دول في بروجكت دبلت، فهنتكلم عنها في جزء ترانسفورم وهنشوف هنعمل ايه. فهنفتح اللينك ده مع بعض. كل اللي هعمله هعمل داونلود للداتا سيت من هنا. الداتا سيت تنزل معاك عادي جدا، شوف اللوكيشن اللي انت عايز تنزله في الداتا سيت. فانا مثلا هنزل في اللوكيشن بتاع الفايل اللي احنا كريتنا مع بعض، باور بي اي لاب 1 يوتيوب فيديوز، وهحطها هنا واسمي اسم الفايل أو اسم الزيب فايل اسمه اتسيت، وأدوس بعد التحميل. أرجع أتأكد هنا تاني، أفتح الفولدر وأعمل استراكت للفولدر بتاع الاتسيت، أقول أوكي استراكت هير. فهنلاقي زي ما قلنا الست بتاعتك متكونة من 2 فايلين. فايل أول مشاريع ستارت أبس 2016، والفايل التاني 2018. فدلوقتي يا شباب أنا عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن إزاي أعمل امبورت من خلال الويب سيرفر. دلوقتي هنعمل امبورت من خلال فايل إكسل أو فايل سي إس في، بس الفايل بتاعنا هو مش إكسل، هو الفايل بتاعنا سي إس في. فأنا محتاج أروح دايس هنا أدوس جيت داتا، بعد كده أختار تكست أو سي اس في فايل. في الأول ممكن منرضاش غير يعني تختار ملف واحد بس، فاحنا هنختار الملف الأول هو 2018 وأدوس أوبن. بعد كده بياخد يعني دقيقة يعمل لود للداتا سيت بتاعتك اللي أنت بتحملها.
فتلاقيه يفتح معاك بالمنظر ده، يجيب لك المعلومات اللي موجوده في التسريب بتاعتك، الاي دي والنيم والكاتيجوري بتاع المشروع ده، والمين كاتيجوري يعتبر ضمن ايه، والكرنسي اللي بتعملوا بيها في المشروع، الديدلاين بتاعه، الجول كان ايه بتاعه، اللانش بدأ امتى، بليدجت، الستيت بتاعه، هل هو نجح، فشل، كانسل، وهكذا. احنا محتاجين في الاول ما نعملش لود، محتاجين نعمل ترانسفورم، محتاجين نظبط الداتا ونضيف الداتا الاخرى عليها، فهنعمل ترانسفورم ونضيف الفايل التاني اللي هو جاست ضاف فايل واحد. فهاجي هنا وادوس نيو سورس واقول له تكست عن سي اس في ايضا، واختار الفايل التاني اللي هو 2016. اقل حاجه يا شباب لو انت بتعمل معايا الحاجات دي اول باول، مش لازم تسمع الفيديو كامل بعد كده تطبق، لو انت بتعمل الخطوات دي اول باول يبقى حلو جدا. برضو هيجيب لك المعلومات اللي موجوده فيها، هتلاقي نفس المعلومات. اوكي، فندوس اوكي. ففي شوية مهام احنا عايزين نعملها مع بعض، او تاسكات عايزين نعملها مع بعض من خلال الفيديو ده. اول تاسك احنا عايزين نعمل ابيند للتو داتا ست دي في داتا ست واحدة. فعشان اعمل كده انا محتاج يبقى نفس الكولوم في التو فايلز. فلو جيت لاحظت يا شباب هنلاقي مثلا في 2016 هنا اي دي، بس لو لاحظت هتلاقي في سبيس في الاخر الاي دي، يعني شايف لو رجعت كده في سبيس زيادة، لكن هنا في 2018 هتلاقي مفيش سبيس، اي دي بس. فعندك حل من الحالتين، لا تزود سبيس في 2018، لا تشيل السبيس من 2016. فطبعا الحل البرفكت ان انت تشيل سبيس من 2016 بحيث تعرف تعمل ابند، تخلي الدو داتا ست تحت بعض. فعشان نعمل الخطوه دي احنا محتاجين ان احنا نشيل السبيس بس. تعالى اوريك مع بعض لو انا مثلا عملت ابند المنظر اللي موجود ده هيحصل ايه. لو انا عملت ابند هيديني ايه يا شباب؟ هيديني التو كولومز دول مش هيتضافوا تحت بعض، ده هيبقى كولوم لوحده وده هيبقى كولوم لوحده. ليه يا شباب هيحصل كده؟ علشان مشكلة السبيس، عشان مشكلة السبيس. فا برضه انا يعني بحب اقول لحضراتكم، فتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي انا بقول عليه. دوست ابند بيقول لي كان كات روز فروم تو تيبلز انت سنجل تيبل، مظبوط. هنا بيقول انت واقف على 2018، فهضيف الفايل التاني اللي هو 2016 بحيث يتضاف تحت بعض. ادوس اوكي. هو كده المفروض ضافه. هاجي هنا لو جيت هنا على الاخر، شايفين النل دي؟ النل دي كل النل دي بتاعت الدات ست اللي هي 2016. ولو جيت هنا المفروض تلاقي برضو، بسم الله، هتلاقي الكاتيجوري والمين كاتيجوري والكرنسي والنيم اللي هم اصلا موجودين هنا، يعني موجودين هنا في 2018. ليه ما ضفهمش تحت بعض؟ ما ضفهمش تحت بعض عشان زي ما قلت لك في 2016 هنا في سبيس، فاحنا محتاجين يا شباب ان احنا نشيل السبيس دي بحيث يضيفهم تحت بعض والكولم النار دي تتشال. فتعال نعدلهم مع بعض بحيث يظبط معانا. ادي الاي دي، الاي دي اتعمل، شلنا السبيس، نيم شلنا السبيس، الكاتيجوري شلنا السبيس. فلو جيت لاحظت تاني هلاقي ان الثلاثه كلهم دول مش موجودين نل، اتضافوا تحت بعض. هتقول لي انت متاكد من الكلام ده؟ هقول لك اه متاكد. ليه متاكد؟ علشان ال هلاقي ان الكاتيجوري الثلاثه كولوم اللي هم الكاتيجوري النيم، احنا عملنا النيم والاي دي والكاتيجوري، لكن المين كاتيجوري لسه ما عملناهوش، فهتلاقيهم اتشالوا من النل. نل معناها ايه يا شباب؟ معناها من ناحيه 2018 نل، لكن لو جيت نزلت تحت هتلاقي في فاليوز فيها، ان هي مش كلها نل. هتلاقي اعمل لود مور هتلاقيها مش كلها نل، هتلاقي بس الفاليوز النل اللي هي من ناحيه الداتا بتاعت 2018، والناحيه اللي فيها فاليوز اللي هي بتاعت 2016. فعلشان ما ندخلش نفسنا في قصة كبيرة، إن إحنا لازم الأسامي الكولوم تبقى زي بعض بالظبط، ايدنتيكال، ولا سبيس زيادة ولا سبيس أقل، بس هي الفكرة دي. فتعالى نظبطهم كلهم مع بعض بحيث نقدر إيه نشتغل مع بعض. بسم الله.
ده الديدلاين. بعد كده الجول اللي اسمه جول، بعد كده اللانشت، لانشت اللي هو المشروع ده بدأ امتى، بعد كده بلانشت، بعد كده الستيت، بعد كده البيكرز، بعد كده الكونتري، الكونتري بتاعت المشروع ده، والاي سي دي ريجيت. في كولوم زيادة هنا هتلاقيها، فاحنا محتاجين نشيلها اللي هي الاي بي سي والاي بي سي 1 و 2 و 3، فهتدول هنشيلهم ونعملهم ديليت. فتعالى نرجع للفايل بتاعنا اللي فيه النال فاليوز، هنلاقي ان النال فاليو اتشالت خالص، هتلاقي النال فاليو خلاص اتشالت، شايفين كلها اتشالت ما عدا الكولوم اللي انا قلت لكم عليها نال من الاول ان احنا هنشيلها، اللي هي اصلا موجوده في 2016 هنا ايه فاضيه. يعني لو جينا لاحظنا هنا هتلاقي ان هي موجوده في 2016 فاضيه، فهي قيم فاضيه اتضافت، فاحنا عايزين نشيل ايه الكولومز الزياده دي. كل اللي هعمله يا شباب هعمل سيلكت لكولوم كولوم، او ينفع اعمل سيلكت ليهم كلهم مع بعض بالمنظر ده، وادوس كليك يمين، بعد كده ادوس ريموف. كده شباب الداتا بتاعتي بقت تحت بعض، يعني عملت ابند للتو داتا ست بداتا ست واحده. فدلوقتي اقدر اسمي المشروع بتاعي او اسمي الفايل ده، اسميه مثلا اول داتا، الداتا كلها، واسميه كيك ستارتر بروجكت، كيك ستارتر، كيك ستارتر بروجكت. دلوقتي بي معايا فايل فيه كل الداتا بتاعتي، بس في مشكله، المشكله ان في بعض الدبلكيتس اللي موجوده في الملفين، فهمسك الاي دي هنا واقول له والله ريموف كولومز الدبلكيتس، بحيث انا مش عايز كولوم يبقى فيها دبلكيتس، فريموف روز، سوري ريموف روز، واقول له ريموف الدبلكيتس. فهو كده شال الدبلكيتس. طب تعالى نعمل sort descending، هو بيحمل بياخد دقيقة. فدلوقتي هو عمل ascending يا شباب، عمل sorting قصدي، ascending، او تعالى نتأكد مع بعض هنا، 2 1 4 اخر رقمين 21، بعد كده 29، بعد كده 49، فهو ايه بيزيد. اوكي دلوقتي يا شباب تعالى نشتغل visualization. I think كده يعني الداتا بتاعتنا إلى حد ما كويسة. طبعا أي حد يقدر يشتغل تاني كمان ويعمل ترانسفورميشن تاني، يعني ممكن هنا مثلا الكولوم بتاع الديدلاين هنا أقدر أغير الداتا تايب بتاعته يا شباب، أعمل ترانسفورم هنا وأختار الداتا تايب بتاعته إن هي تبقى بدل ما هي اي بي سي زي ما احنا شايفين، لأ عايز أغيرها بحيث إن هي تبقى ديت، فعايزين نعمل الكلام ده مع بعض. فزي ما انا عامل كده هحدد الكولوم، بعد كده ادوس هوم مثلا، واختار الداتا تايب ان هي تبقى هي ديت. هو برضو تعالى يعني نشوف مع بعض هنا الداتا تايب هنا عامل اي بي سي، اي بي سي معناها ان هي انتجر، قصدي معناها ان هي تكست فاليو، اي بي سي معناها ان هي تكست فاليو برضو هنا في الكاتيجوري. نيجي هنا في الجول كاتب 1 2 3، دي معناها ان هي ايه انتجر نمبر او ورد نمبر وهكذا. فطبعا هو بيتشيك دلوقتي ان هو يقدر يغير الداتا تايبس بتاعت كل الداتا ليه ديت، فهو نجح الحمد لله. لو ما نجحش يبقى في فاليو ما ينفعش ان احنا نحولها لديت. تعالى نبص برضو معانا بعض على الداتا لو في حاجة عايز نحولها. فا اي ثينك لحد ما تمام. طبعا تقدر انت تشتغل زي ما انت as you like لو انت عايز تعمل تعديلات تانية، بس احنا بس بنعرف introduction، يعني just introduction.
بإذن الله استنوا في مشاريع تانية تبقى مور ادفانسد. فدلوقتي ممكن النيم ده نسميه مثلا البروجكت ده. وبعد ما تعمل الخطوات دي كلها يا شباب، تعمل كلوز اند ابلاي، ما تعملش كلوز بس، لا لازم تعمل كلوز اند ابلاي. فهتصبر دقيقة قبل لما يعمل لود ويحمل الداتا بتاعتك بعد الترانسفورميشن. الوقت المستغرق يا شباب بناء على حجم الداتا، فهو حجم الداتا مش صغير، فيعني ممكن ياخد دقيقتين لخمس دقايق على حسب برضه نوع اللابتوب، بس بإذن الله ايه ما ياخدش وقت كبير. فزي ما احنا شايفين هو خلص دلوقتي تحميل يا شباب، فهتلاقي الداتا سيت بتاعتك موجودة في أقصى اليمين، الاول داتا كيك ستارت، وبرده الملف التاني بتاع 2016 موجود معانا. فانا افرض طيب الملف ده انا مش عايز اخليه باين، اعمل له هايد. فالملف التاني اللي هو بتاع داتا سيت الكيك ستارت 2016 اختفى. دلوقتي تعالى نعمل شوية تاسكس مطلوبة مننا. اول حاجه شباب عايزين نعمل هيراركي. يعني ايه هيراركي؟ ان انا يبقى في زي تري كده وتقدر تنزل لمستويات مختلفه من التري. فاول مثلا مستوى المين كاتيجوري، بعد كده عايز انزل المستوى اللي هو الكاتيجوري، ايه الكاتيجوري اللي جوه المين كاتيجوري ده. يعني مثلا المين كاتيجوري مثلا خضروات، فانا الكاتيجوري بقى اللي هو مثلا البطاطس وهكذا، يعني مثلا ده مثال يعني. وبعد كده اسم المشروع، فعايز انزل درجات، فدي عبارة عن هيراركي أو تري. هتعلم مع بعض نبيلد التري دي بسم الله. عشان أبيلد تري في الباور باي فبختار التري ماب، ويفضل إن هي تبقى في المستوى ده. وبعد كده بختار ال الكولومز بتاعتي. فالكولومز اللي انا عايز احطها فيها اللي هي الكاتيجوري والمين كاتيجوري والبروجكت نيم. فانا اقدر بدل ما انا يعني احطهم بالمنظر ده، في طريقة تانية هنعرفها مع بعض دلوقتي. مين كاتيجوري وبروجكت نيم، وكل ده الفاليوز اللي تبقى موجودة فيها المفروض تبقى ال number of projects. ال number of projects احنا لسه ما عملناهوش، فاحنا محتاجين نكاريت measure نقيس بيها ال number of projects value، ونكمل موضوع ال hierarchy. ال hierarchy اقدر بدل ما انا ضفت column، لا اقدر انا اعمل create hierarchy هدوس مثلا على الكاتيجوري اللي هي first column في ال hierarchy وادوس create هاريكي. طبعا السرعة بتاعت الاستجابة بتاعت الباور باي ديبند على مواصفات الجهاز بتاعك، فممكن ياخد بعض الوقت في حاجات بسيطة، ممكن ياخدش وقت بناء على المواصفات. فبإذن الله يعني ما ياخدش وقت معاكم إن شاء الله. فهاجي في الكاتيجوري هيراركي دي جواها بس الكاتيجوري، هحط جواها هدوس هنا كليك يمين. في كذا طريقة، في دراج دروب يعني انت تمسكها تحطها، في طريقة تانية هي تقول اد تو هيراركي والكاتيجوري هيراركي. بعد كده نفس الحكاية في البروجكت نيم. نفس الخطوة دي هنعملها برضو للبروجكت نيم. أدو هاريكي كاتيجوري هاريكي. طيب وبعد كده بعمل بقى دراج دروب في الكاتيجوري بتاع التري ماب. بس دلوقتي تعالى نعمل ميجرز. الميجرز دي عايزين نعمل ال number of projects الموجودين معانا في الداتا سيت كلها، number of pickers acquired، number of pledged، total pledged و total goal. فعشان أكريت ميجر في باور بي اي بدوس كليك يمين هنا على الداتا سيت وأدوس نيو ميجر،
وبعد كده بكرة الميجر عن طريق لغة الداكس. هي لغة سهلة جدا بإذن الله، وما تبقاش حاجة صعبة إن شاء الله. فزي ما قلنا احنا عايزين نعرف الـ number of projects، ففي كذا طريقة إنك تكتب بيها number of projects، في اللي هي number بعد كده projects أو الداش project برضو يدل على العدد بتاع المشاريع الموجودة. فلو جيت هنا دوست يساوي count، وأنا بختار من الداتا اللي اسمها أول داتا. خلي بالك ممكن يجيب لك الفايل التاني اللي احنا ما عملناهوش، يعني هيجيب لك برضو اللي هو الملف بتاع 2016. لا، احنا هنختار من الفايل اللي هو أول داتا، ونختار البروجكت نيم، يعني الكاونت بتاع البروجكت نيم هو الكاونت بتاع عدد المشاريع الموجودة معانا. ندوس اوكي. فزي ما احنا شايفين هنلاقي ان الفاليو دي اتكريتت معانا. دلوقتي بدل ما انا تفضل تظهر معايا الكيك ستارت 2016، فتعال نروح على ترانسفورم ونعمل ديسيبل ان هي تظهر معايا في الداشبورد. هوريكم ازاي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما قلت لك الوقت اللي بين ده على مواصفات الجهاز، فهدوس على الملف اللي هو 2016 وادوس عليه اقول له enable load، لا اعمل disable، معناه ان هو كده وانا بعمل close and apply مش هيحصل enable للفايل بتاع 2016، وهتلاقيه بي italic، يعني هتلاقي الخط اتغير بتاعه وبيبهت شوية. بعد كده اعمل close and apply. طبعا هيعمل changes حصلت، فهيعمل لود تاني بس هياخد وقت اقل من ورا الاولانيه كده. وانا باجي بكرة الميجر التانية فمش هلاقي الفايلز اللي هي 2016 موجودة معايا. ما تنساش دايما اول ما ترجع من ترانسفور ما تنساش تعمل سيف، بحيث كل الشغل بتاعك ايه ما يروحش، يعني لو حصل رام كراش او حاجة. دلوقتي تعالى نعمل كريت ميجر تانية. فدلوقتي بإذن الله محتاجين الميجر التاني يبقى الكاونت بتاع البيكرز كارد، وبعد كده السبمشن توتال، يعني سم يعني دايما يا شباب توتال يعني سم، فتوتال بريدجد فمعناها السم بتاع بريدجد، والتوتال جول توتال جول بتاع كل المشاريع. فأنا كريت ميجر جديدة، فتعالى نسميها زي ما قلنا النمبر اوف، أو الطريقة اللي أنت مناسبة ليك. فهنعمل الداش تدل على النمبر أو الكاونت بتاع number of pickers، وقول له count. زي ما احنا شايفين هنلاقي هنا ال all data، يعني تلاقي بس data الملف بتاع ال all data kick started projects، وتلاقي الملف بتاع 2016 اختفى. ده بسبب ان انا عملت له disable، يعني في لما يعمل load على الباور بي اي او على الداشبورد. فانا هختار دلوقتي البيكرز، ادوس اوكي. فالحمد لله ايه اتعملت بسهوله. في طريقه تاني برضو ان انا ممكن مثلا بس في الفيجواليزيشن هنشوفها مع بعض بحيث تبقى اسهل، ان انا هعمل كارده واحده واعمل منها كوبي 4 مرات، وكل مره بس اغير ايه نوع الميجر. فدلوقتي محتاج ان انا اعمل ميجر تانية واسميها التوتال بتاع الجول، اللي هو عبارة عن زي ما قلنا شباب اللي هو السمشن توتال جول يساوي السم. واكتب اول حرف من الكل من انت عايزه اللي هو الجول، وادوس برضه محتاج total pledged new measure. total pledged و sum
على الكولوم اللي اسمه بروجكت. هو على حسب المتطلبات، يعني دي تاسك موجودة معانا فاحنا بنكريت على حسب المتطلبات بتاعت الفايل. فانت على حسب المتطلبات بتعمل الكارد بتاعتك او تعمل الميجر بتاعتك. فدلوقتي تعالى نعمل فيجواليزيشن. فالميجر يا شباب في الغالب بيتحط في كارد بالمنظر ده. اختار كارد، كارد تمام، وفي يعني لازم تخلي حجمها مناسب بحيث تبقى فوق هنا، ونديها الفاليو مثلا بتاعت البيكرز. فدلوقتي فيها الفاليو بتاعت البيكرز، وعايزين نكريت من الميجر دي 4، فهدوس كنترول سي كنترول في، يعني كوبي اند بيست. بس لو انت هتغير في الديزاين فانصحك ان احنا نغير في الديزاين بقى، نعمل كوبي. فتعال نغير في الديزاين مع بعض. يعني مثلا هنا في التايتل هعمل لها اون، ونكتب التايتل بتاعها اللي هي الكاونت بتاع البيكرز، واختار في التايتل كمان ان انا عايز اعمل سيت لباك جراوند، والتكست كولر مثلا يبقى بالابيض، واعمل في الريزنتر الاينمنت بحيث الخط يبقى في النص بحيث يديها منظر كويس جدا، واعمل كاتيجوري ليبل اعمل له اف طالما انا عملت تايتل وتبقى بالمنظر ده. دلوقتي انت تقدر تعمل كوبي وبس، تغير ايه في التايتل اللي فوق وفي الميجر اللي احنا مختارين. هما 4 فاحنا ممكن نجيبهم بالمنظر ده كده. طبعا تقدر تشوف عرض الصفحة بتاعك كام وتقسمه على عرض الصفحة من خلال الفيجوال هنا والفيجوال انفورميشن الكانفاس سيتنج. يعني تفضل تشوف الهايت والويتس بتاعك كام بحيث انت تقدر تظبط صفحة عليه. بس انا عملتها يدوي بالمنظر ده. دلوقتي زي ما قلنا يعني دي فيها الكاونت بتاع البيكرز، هنا ممكن احط الكاونت بتاع البروجكت. لازم تشيل البيكرز بعد كده تحط البروجكت. بعد كده مثلا هنا هنحط التوتال سام بتاع جول، هنا مثلا هنحط التوتال بتاع البليتشت. ونغير التايتل بتاع كل واحد. هنا الكاونت بتاع البروجكت، فبدل البيكرز هنا تبقى بروجكت. هنا مختارين التوتال جول فهنسميها توتال جول. هتشيل بقى الداش، زي ما قلنا الداش عبارة عن كاونت. هنا في البيكرز مخليني توتال بريدجت، فهنشيل توتال الداش بيكرز ونخليها توتال بريدجت. تمام كده مظبوط جدا. لو انا هاجي مثلا عايز اخلي مثلا ديسيمال نمبر، فممكن احددهم كلهم كده بالمنظر ده. اختار جنرال روبرت، خلينا في واحدة بس ممكن تيجي نعرف الأول الـ decimal number. اوكي المفروض تبقى موجودة معانا هنا. هنلاقيها شباب في الـ call out value، الـ value نفسها display units auto okay. بس هنا أقدر الـ value decimal، هنا أقدر مثلا خلي الفاليو ديسمال، خلي الفاليو ديسمال بتاعتي مثلا 3 أرقام بعد العلامة أو 4 أرقام. بس لو خليناها 4 زي ما احنا شايفين هننيم مش واضحة، فخلينا في 3 أرقام بعد العلامة مفيش مشكلة. هنا برضو أقدر أعمل 3 نمبرز بعد خلينا برضو 3 نمبرز، بس هنا عشان جاي بالظبط فمفيش سيري نمبر، لكن هنا احاول اجيبها. تمام جدا.
ممكن عشان لو عارف ان التوتال جولد هي عبارة عن كارنسي او عبارة عن فلوس، فاقدر اغير الفورمات بتاعها واقول ان هي دولار بس تظهر معايا. نفس الحكاية برضو بالنسبة للبليدجت، فبختار بدوس على التوتال جول واختار ان هي عبارة عن كارنسي، بحيث يظهر علامة الدولار معايا. اوكي، هو بيقول لي ان هي ظاهرة في التوتال جول. وهنا في توتال بريدجت، طب تعال نشوف التوتال بريدجت احنا عملنا ايه. هنا هنا احنا محتاجين نعمل كارنسي. تمام، كده ظهرت العلامة معانا يا شباب، كده الدنيا ماشية معانا الحمد لله. دلوقتي عايزين نرجع لموضوع التري ماب اللي هي الهيرايكي. فأنا دلوقتي هعمل كرييت للهيرايكي بالمنظر ده. طبعا حاول دايما تحافظ على تناسق الفيجوال بتاعك والداشبورد بتاعتك بحيث تدي أكتر سهولة للقراية وللعميل. وبالنسبة للنمبر الفاليوز اللي موجودة اللي هي النمبر اوف بروجكت، زي ما انت شايف دي الكاتيجوري بتاعتي. بقدر ايه اعمل درول داون ودريل دريل داون دريل. هنا الكاتيجوري، بعد كده قصدي المين كاتيجوري، بعد كده بتنزل تحت للكاتيجوري تحت المين كاتيجوري ده وهكذا. يعني مثلا الجيمز، بعد كده تنزل تحت الجيمز، الجيمز جواها ايه وهكذا. دلوقتي عايزين نعمل فيجواليزيشن يمثل النمبر اوف بروجكت باي ستيت. الستيت زي ما قلنا يا شباب اللي هي هل هو البروجكت ده done ولا cancel ولا مستوى ولا rejected وهكذا. بسم الله. طبعا حكاية الفيجواليزيشن انت بتقدر يعني مع الممارسة بتعرف ايه احسن فيجواليزيشن للشغل ده. فاحنا تعال نشوف ادي بروجكت والستيت. فزي ما احنا شايفين هنا بيمثل الاعداد. لو مش واضحة فممكن تستخدم ايه التيبل بالمنظر ده. فاز يو لايك، هنا التيبل واضحة جدا طبعا الاعداد، ممكن نسيب التيبل في الرسمه دي. نيجي هنا عايزين نمثل نمبر اوف بروجكت باي بروجكت هيراركي، ده اللي احنا عملناه. بعد كده نمبر اوف بروجكت باي لانشد، فتعال نعمل مثلا فيجواليزيشن هنا لاين شارت ونحط فيه نمبر اوف بروجكت واللانش ديت. بسم الله. هو هنا اقسمهم يير وكوارتر ومانس ودي، لا اقول له اطلع شويه خليها باي كوارتر والمانس. اقدر تطلع كمان تخليها بالكوارتر بس، تقدر تطلع كمان تخليها بالير بس. تمام، فيعني اي ثينك هي معبره لحد ما فهي كويسه. بعد كده توتال بلجت باي كورنسي اور كونتري، تعال نشوف مع بعض توتال بلجت باي كورنسي. توتال بليدجت مع الكرنسي. فهنا ايه اكتر اي اكتر عملة مستخدمة؟ اليو اس دي، بعد كده الجي بي بي، بعد كده اليورو وهكذا. سورت اكسس، تمام، هو مظبوط جدا. تقدر طبعا هنا يعني تتغير في الحاجات اللي انت عايز تعمل بإذن الله. في الفيديو الجاي هنشوف يعني ايه تول تيبس بإذن الله مع بعض. بإذن الله بإذن الله. هنا طبعا لو انت عايز تعمل داتا ليبلز تعملها اون ولا اوف بالمنظر ده بحيث الرقم يبقى موجود، فاي ثينك كده احسن بكتير. تعالى برضو نشوف هنا في هنا برضو احسن بكتير بحيث تعرف الرقم كام بالظبط. ف اي ثينك كده الرسمه بتاعتها بقت معبره لحد ما. اتمنى باذن الله تعالى تبقى حضراتكم استفدتوا من الفيديو. طبعا اي سؤال تقدر تبعت على
الميل او الواتساب نمبر. الواتساب نمبر يا شباب هتلاقيه موجود على في الديسكريبشن، وهو ده موجود برضو حاطه هنا في السلايد. اتمنى باذن الله تعالى يبقى الفيديو وحضراتكم استفدتوا منه. لا تنسونا مصالح الدعوه بتاعكم. نتمنى التوفيق من كل قلب باذن الله تعالى. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسونا مصالح الدعوه.